يا مرحبا يا هلا بالقاصي والداني باسم فهد ترحب والكيف يبرالا ترحب وافي يا بالضيف والعاني والعود فوق الجمر قد باحت طيام يا مرحبا يا هلا بالقصر باسمهم فترحيبة والكيف يبرالا ترحيبة وافية بالضيف والعاني والعود فوق الجمر قد فاحت اطيابا واثنين على الموت رزم وابن الابطالي واعداد ملاحن اجمع عالي مرقابا بحلة اهل الكرم والعز والشاني للضيف طيب وطيب الفلاح اسمع اسمع في حلة اهل لم تاني راسين يعز الوفا وعز أصحابه اليوم تكلم الحمر شلون فلم تاني راسين يعز الوفا وعز أصحابي سلايل أهل السطر دربين الأيماني ألين لهوية نعم الساس واللابة مطوعين الصعايب بزمن الجالي سجل مواقف وما تاريخ بكتابة والعز والشان إلى الضيف طيب وطيب الفلاح اسمع 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 في حلة أهل الكرم والعز والشان إلى الضيف طيب وطيب الفلاح يحضر والله يبارك لرمز العز عبد الله النادر اللي رجال المجد واسبابه عبد الله راعي الوفا ما فيه نقصان سيف المواقف وكل يحسب فلم تاني راسين يعز الوفا وعز أصحابه اليوم تكلى الحمر شاله فلم تاني راسين يعز الوفا وعز أصحابه سلايل أهل السطر دربين الأيماني ألا الهوية نعم الساس واللابة مطوعين الصعايب مثل الجاني سجل مواقف وما تاريخ من زينها كلنا واليد يعجبها أمها
قرب حفلنا وجابه.